السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا اجمل جمهور في الدنيا، وحشتوني قوي قوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ بجد وحشتوني قوي. النهارده رجعت بموديل جديد قوي، موديل سهل وبسيط. بصوا هو بكم السهوله قوي بصراحه. هو طلب مني، بصوا الموديل عباره عن ايه. بصوا عباره عن فستان، تمام. هي قالت لي انا عارفه اعمل الجزء اللي فوق كله، بس عندي مشكله في اللي هي الجناحات دي، تمام. فانا اعمل الجناحات دي ازاي، او اعمل الكوليج ده ازاي، تمام. الكوليج ده بطريقه سهله قوي قوي هنعمله مع بعض في الحلقه دي. اهم حاجه بس ان انت تكملي الحلقه لحد الاخر عشان خاطر تطلع معاكي بنفس المنظر ده وبنفس الكوليشه دي، تمام. بصوا بقى قبل اي حاجه، الناس اللي لسه بتتعلم جديد فياريت تبتدي معايا على ورق احسن، عشان الورقه هيمشيكي لحد الاخر هيبقى صح، طريقتك صح كلها من اول الصفر لحد النهايه، يبقى كل شغلك صح، تمام. تعالي بقى نشوفها على ورق هي عامله ازاي، وبعدين هنبتديها مع بعض على ورق. بصي ادي اهو الجيبه بتاعتنا اهي عاملينها، تمام. وادي كلش مركبينها ليها، بصي اهي كده. وده شكلها النهائي اللي على الورق. بصي ده الشكل بتاعها النهائي اللي على الورق، يعني يا رب تكون واضحه وسهله وبسيطه، تمام. اهم حاجه بس انت تكملي الفيديو ده لحد الاخر عشان خاطر بجد تستفادي منه وتعملي لبنوتك اجمل جيبه في الدنيا او ليكي انت. ولو اول مره تشوفيني اول مره تعرفيني، يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس ولايك جميل منك على الفيديو ده وعلى الفيديوهات اللي قبل كده، وتعليق جميل يقول لي ايه رايك في القناه وفي الفيديوهات بتاعتي. بقى انت طبعا عايزه تبتدي وكتجربه ليكي الاول مره حابه ان انت تشتغلي فيها، فانت عايزه تعرفي المقاسات اللي تشتغلي عليها وايه حوار تصغير المقاسات ده. ناس طبعا دخلت في الفيديوهات وقالت لي طب ازاي اصغر المقاس بطريقه سهله وبسيطه. انا هقول لك ازاي. بالنسبه تمام، ده مقاس 34 حريمي، تمام. ده مقاس 34 حريمي. مقاس 34 حريمي ده بيتكلم في ايه حواره؟ حواره انه محيط الصدر عندنا 80، محيط الوسط عندنا 62، محيط الاكبر حجم 86، طول الظهر 41، طول الكتف 12، محيط الرقبه 34. في حاجات تانية غير كده المقاس 34 ده؟ اه فيه، بس انا بلخصت لك اهم المقاسات اللي انت بتشتغلي عليها البترول الاساسي. في طبعا عندك دوران لسه الكم، لو هتعملي كم كده تمام. فانا مش هشتغل دلوقتي على الكم، فانا مش هاخد ايه الدوران بتاعه دلوقتي. انا عايزه اصغر وانت بتقولي لي بالنسبه، تمام. فانا هعمل ايه؟ هعمل 1 على 3. بالنسبه 1 على 3 يعني ايه؟ 1 على 3 يعني هجيب ال 80 بتاع دوران الوسط، دوران الصدر ده، واقسمها الاول على 2 تساوي 40، وبعدين اعملها على 3. يبقى انا كده اشتغلت ايه؟ بالنسبه قليله، يعني انا صغرت المقاس لنسبه قليله قوي. انت تسمح لي ان انا اشتغل ورق صغير، حاجات صغيره، اتدرب اتمرن الكلام ده كله. محيط الوسط 62 على 2 تساوي 31. محيط الوسط 62 على 2 تساوي 31. انت لو بتشتغلي المقاسات طبعا بتاعتك على بترون كبير وعايزه تعملي، هتشتغلي على طول على النص، وايه هتخلصي على طول الدنيا. انت بقى عايزه تصغري المقاس طبعا، هتعملي على 3 هيديكي 10.3. محيط اكبر حجم 86 على 2 تساوي 43 على 3، معلش انا اسفه، على 2 تساوي 43 وعلى 3 تساوي 14.3. 86 على 2 تساوي 43 على 3 تساوي 14.3. طول الظهر عندنا، طول الظهر بتقسميه على طول على 3، تمام. بتاخدي اول مقاس، يعني طول الظهر اديكي عملتي اهو المستطيل اللي احنا اشتغلنا فيه اهو بطول الظهر، بتقسميه على 2 بس، وبعدين بتعمليه على 3. انا عملته على 3 ليه؟ على طول مباشره عشان نصغر الورقه، اخلي طول الظهر بدل ما هو مثلا لو هو 41، هو عندنا هنا 41، تمام. فانا بدل ما اخليه 20.5، لا ده انا كمان انزله اكتر، بقى انزله اكتر كمان من 20.5 دي، ده انا اخليه كمان 13.6 ايه من 10 عشان خاطر يجي على قد الورق. انتي لسه بتتمرني فبوريكي طريقه تصغير. محيط الرقبه، محيط الرقبه كده كده احنا بنعمله على 5، وبنرجع تاني نعمله على 3. ليه بنعمله على 3؟ عشان نصغر برضو. وطول الكتف بنعمله على 3 على طول، يعني طول الكتف وطول الظهر الاثنين كما هو، بس بتعمليه على 3 بس، نسبه ال 3، تمام. دلوقتي فهمنا النسبه يعني ايه 1 على 3، تمام. يلا بينا بقى نشتغل على الجيبه اللي احنا شفناها اول مره دي. بصي اول حاجه هنعملها هي الجيبه دي، دي بعديها خالص، بس انا هوريكي الاول بالمقاسات، بالمقاسات بتاعتنا ازاي هتعمليها بطريقه سهله. اول حاجه عندنا دوران الوسط،
بصي اول حاجه خالص هعمل مستطيل صغير كده اشتغل جواه، دوران الوسط ودوران الارداف وكل الكلام ده. اول هنعمل مستطيل، وعرض المستطيل هيبقى دوران الوسط، عرضه من فوق بس، هيبقى عرضه من فوق بس دوران الوسط، تمام. او ممكن اعمل مستطيل كبير وبعدين ايه اقسم انا عايزه اشتغل في ايه. اهم حاجه بس ان انا عندي مساحه كويسه، تمام. ثانيه واحده، بصي اهي، معلش طبعا الدوشه دي، بصي اهي كده، تمام. عندي بقى هنا دوران الوسط زي ما قلنا 3 و3 من 10، فهنيجي كده في النص نعمل 3 و3 من 10، ادي هعملها 10.5 بالظبط، يعني هتبقى 10.5. انا زودت ايه 2 سنتي يعني 2 ملي صغيرين، فعشان خاطر بس ايه تبقى مظبوطه. انت دلوقتي طبعا في البنطلون الاساسي بتاعك هتقيسي ما بين طول الوسط من الوسط للارداف، فهو اللي اسمه ايه ده طول الجنب. انا عندي هنا انا مصغر، فانا بعمل ايه، فهجيبها 6 سنتي، لان انا عندي المقاس ده بيمشي مع طول الجنب 18، فانا صغرتها على 3، تمام. فاللي انا قسمتها على 3، باجي بعد كده هنا انا كده مش مقسمه حاجه، هدي النقطه بتاعتي اهي ودي النقطه الثانيه، وبعدين باجي اعمل بقى خط الارداف. خط الارداف عندنا هنا كام؟ 14.3، باجي هنا بمشي كده شويه خطوه اهو كده صغيره، بمشي خطوه صغيره هنا كده، بصي اديني اهو كده بمشي شويه، تمام، وبجيبها كده 14.3، بس هجيبها 14.5 عشان تبقى مظبوطه لحد كده، كويس، تمام. فاحنا عايزين دلوقتي، بصي الخط اللي في النص ده مالكيش دعوه بيه، انا عملته بس عشان خاطر اوريكي لو انت عايزه تقيسي المسافه بين الارداف وبين ما بين الارداف ومن الوسط بالنسبه، يعني ايه النسبه، يعني انت تقللي كمان خط الجنب، تمام. تمام، دلوقتي انا بقى عايزه اعمل الجيبه بتاعتي. طب اعملها ازاي؟ بصي بقى عندك هنا اول حاجه اهو، بتنزلي من اول ادي نقطه اهي، وبتيجي كده بزاويه صغيره بس كده، انا تفرقش معايا غير الزاويه دي، وبتيجي من نفس الزاويه هنا، تمام كده كده، تمام. طول بقى الجيبه عندنا كام؟ طول الجيبه، طول الجيبه بيبقى متعرف عليه المتر، هجيب المسطره واكمل طولها، بس ليه هاجي من المسطره اكمل طول؟ هاجي اكمل طول واحد بس مش طولين، ليه؟ لان انا عندي هنا مثلا انا دي لو متجسمه عليا فهتبقى ايه نازله على طول صق، فانا هجيب كمان دي وخلاص هي كده متجسمه، مش بصي دلوقتي انا مش عايزه اعملها متجسمه، لازم اخلي يعني هي من فوق هسيب ده زي ما هو الوسط، واسيب ده هنا عندي ده خط الوسط، وده عندي خط الارداف، تمام، عشان بس تعرفي الخطوط اللي انا ماشيه عليها ايه. فانا عندي ده خط الوسط وده خط الارداف، بس انا دلوقتي عايزه مش عايزاها تبقى متجسمه كده اللي هو تضايقك في الحركه، لا عايزاها تبقى واسعه شويه. فهنيجي من هنا ثانيه واحده، بصي انا عندي هنا نازله على طول، فانا هاجي من هنا يعني بزودها، بصي هو عندي انا العرض بتاعها 14.5 زي ما احنا عارفين، تمام، 14.5، لا انا كمان هزود على 14.5 ده هخليه بالظبط 17، اجرها كده شويه صغيره صغيره بس كده بقت 17. ليه خليتها 17؟ عشان خاطر ما تبقاش متجسمه وتبقى ماخده راحتها فيها، تمام. فهي كده بقت واسعه، يعني انا كده ما خليتهاش متجسمه. وطبعا بيبقى فيه بنستين هنا، بس الموديل اللي معانا ده لو لاحظنا فيه، يعني بصي الموديل اللي معانا ده بصي عامل ازاي، طالع فيه في الاخر ببرنسس، يعني مش هتبقى واضحه، مش عارفه هتبقى واضحه ولا لا، بس هو طالع في الاخر يعني البنسه جايه متوصله في الاخر، يعني بصي اهي ادي اهو كده وادي كده اهو، تمام، وهي دي في الاخر طالعه كده ببرنسس، يعني اللي هي طالعه من ناحيه الابط وجايه في الاخر بخط بقصة برنسس، تمام. بصي هي جايه من هنا من عند الصدر من هنا وجايه من الناحيه التانية، هي مش هتبقى واضحه قوي في الكاميرا دي او التليفون ده، بصوا اهي، وانا بحاول اوضحها لك على قد ما بقدر اهي، بصي تمام تمام. بصي بقى دلوقتي انا خلصت الجيبه بتاعتي عايزه اقصها، اهم حاجه بس وانا بقص اخلي بالي على الخطوط واحد، يعني امشي واحده واحده عشان خاطر ايه الخطوط ما تختلفش،
وزي ما اتفقنا هي كده كده فيها بنسة، بس ما ينفعش تعمل فيها كشكشة. ليه؟ لان انا هجيب طبقة تانية عليها من القماش، فما ينفعش ان انا اجيب طبقتين فيهم كشكشة، ما ينفعش، هتبقى قماش كتير، هتبقى مضايقاكي. ثانية واحدة، بصي اهي، بص الجزئية دي. ممكن تعمليها بقى من ورقة لورقة، او ممكن تعمليها من حاجة لحاجة. تمام، فادي عندنا هي الجيبة في الاخر اتكونت الجيبة. هنجيب بقى ورقة تانية، الورق اللي احنا عارفينه طبعا، الورق ده بالكيلو زي ما اتفقنا. في ناس جديدة، وانا برحب بكل الاعضاء الجدد او المشتركين الجدد كلهم، شكرا جدا على الكلام الجميل اللي بسمعه ده، وربنا يخليكم يا رب. وان شاء الله هنحاول على قد ما اقدر كده، احاول ان انا اقدم احسن ما عندي. بص بقى، عندي ده الجيبة اهي. تمام، انا جبت قماشة تانية زي ما اتفقنا عشان اعمل التلبيسة الخارجية بتاعتها. يعني لحد دلوقتي الجيبة بتاعتي حلوة وواسعة وجميلة وخلصتها وخلاص. تمام، فانا عايزة اعمل التلبيسة اللي من فوق بقى، الخارجية، التلبيسة الخارجية اللي احنا بنتكلم عنها اساسا، اللي احنا عايزين نعملها معاها. احنا اتفقنا ان دي فيها بنس، والتلبيسة هتبقى فيها بنس، مش هيبقى اللي من فوق، هيبقى فيها كشكشة من عند الجناحات بس زي ما احنا شايفين في الموديل ده. بصي الموديل ده، تمام، من فوق بس في كشكشة، اما من تحت مش هيبقى في اي نوع كشكشة، من هنا او من هنا، عشان ما يبقاش صعبة ايه عليكي او تبقى ضيقة. تمام، هنيجي بقى هنا اهي، هنثبت الاول دي هنا كده، نظبطها. بصي هنظبطها كويس قوي على الورق او القماش بتاعك. حطي الجيبة كده، بتجيبي دبابيس وتظبطي بيها. ثانية واحدة، تمام كده. بصوا، يا رب يكون الفيديو واضح وسهل وبسيط. تمام، ادي اهو دلوقتي انا ثبتها. في تعديل هعمله عشان اعمل التلبيسة دي، في تعديل طبعا. تمام، ايه التعديل ده بقى اللي انا هعمله؟ اول حاجة بجيب المسطرة بتاعتي، اللي فوق اوسع من اللي تحت، اللي فوق اوسع في عرضها من الخلف كمان من اللي تحت. بصي بصي اللي تحت واللي فوق عاملين ازاي، يعني انا هجيبها لك من هنا احسن عشان تبقى واضحه اكتر. بصي يعني هي واسعه عنها كمان، يعني مديها براح عنها، مديها نفشة عنها. ليه؟ عشان هي من فوق، فهي التلبيسه بتاعتها اوكي، زي ما هي موجوده عندنا في الفستان. فاحنا هنيجي نطلع هنا 3 سنتي من اتجاه اليمين، باتجاه الشمال 3 سنتي. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. بصي هنيجي من نفس الخط ده، وهاجي كده 3 سنتي. تمام، وهاجي هنا 1 2 3، ماشي تمام. ادي كده كل الخط ده بتاعي كده 3 سنتي لحد 23. تمام، وبعدين هاجي هنا اقسم الوسط بتاعي بالمسطرة، هزوده بس سنتي صغير عشان خاطر لما اجي اوصل. تمام كده، تمام تمام، انا كده خلصت التعديل. طب هنا هقسم في الخارجية متقسمة؟ لا، الخارجية مش هقسمها، الخارجية هسيبها زي ما هي وهوصلها كده عشان تنزل لي بالتمانية دي. تمام، بصي اهي كده، تمام كده، تمام. نشيل بقى البطرون بتاعنا او نشيل القماشة بتاعتنا اللي احنا حاطينها بعد ما قسمنا خلاص. معلش طبعا على صوت الدوشة ده. بصوا اهي، وهنبتدي نقص. قبل ما بصوا احنا هنبتدي نقص، يعني انا عايزه اقص دلوقتي. ليه؟ هقول لك دلوقتي. قبل ما تقص انا عايزه اعمل الجناحات، هتعمليها ازاي لو انت عايزه تعمليها على البطرون؟ بصي هتيجي هنا تدخلي انت في الاساسي، لو لبسك الحقيقي الاساسي هتدخلي بالظبط، هتقسمي لي هنا نقطه نقطه منتصف كده بس بالوايم. طبعا لو عايزه تعمليها بمنتصف بالظبط اعمليها بمنتصف بالظبط. تمام، وادي هنا صفتها. تمام، وبعدين بتدخلي هنا على اليمين، لو هتعمليها بالظبط بمقاساتك الكبيرة هتعمليها 5 سنتي، بس عشان دي مقاسات انا بصغرها، فانا عشان خاطر مقاسات بصغرها هعملها 2 سنتي، وعلى الشمال 2 سنتي، وتحت هدخل 5 سنتي. انت المفروض هتدخلي 10 لو على المقاسات كبيرة
لو على فستان او على جيبه على القماش هتدخلي انت 10 سنتي، انا بدخل 5، ولو عايزه تعمليها كمان اكتر بتدخلي بيها اكتر. تمام. وبجيبها عكس عكس. بصوا بقى ازاي عكس عكس اهي، يعني الاتجاه ده بمشيه، بفضل اعمله زاويه زاويه كده لحد ما يجي مع الاتجاه التاني. ثانيه واحده، بصي اهي، يا رب يكون الفيديو واضح وسهل وبسيط. ونفس الحكايه الاتجاه التاني. تمام. بصي اهو كده، بصي كده، عشان في الاخر تديني المنظر ده. شايفه ازاي اتعمل؟ يعني بس ايه، المفروض اخدها بزاويه سيكه صغيره بس عشان خاطر ما تظبطتش، بس انا اقص على التانيه مش هقص على دي. بصوا اهي، يعني هي المفروض تبقى كده بزاويه زاويه بس ايه صغيره. تمام كده. تمام. دلوقتي بقى نقص الجيبتين ونشوف هنعملها ازاي، او نقص البطرون بتاعها ازاي. تمام. ثانية واحدة، بصي مش مهم اي عوجان في الاخر الورقة طالما مظبوطة في الاول خلاص. وكمان انا بفضل وبرجح احسن الشغل على الورق في الاول، عشان خاطر ايه، لو في غلط او حاجة تصلحيها على الورق احسن ما تلاقي الدنيا باظت معاكي في القماش. تمام. من خصوصا الناس لسه بتتعلم، فاحسن حاجة ليكوا الورق، وده بفضله قوي. وخصوصا لما تعملي كمان شغل، يعني الورق زي ما قلتلكوا قبل كده في فيديوهات قبل كده، ان الورق ده شغله صعب. تمام. فمش سهل ان انت تعملي منظر زي كده. بصي، عشان تظبطي الكشكشه دي وتظبطي الجيبه دي تيجي على الجيبه دي بالطريقه دي وكده، فده محتاج زي مجهود. فاهمه ازاي؟ يعني المكنه او الشغل الخياطه او القماش هيظبط لك الدنيا بسرعه، هتخيطي من الجنب ده ومن الجنب ده وخلصتي. اما بالنسبه بقى للورق، لا ده طبعا تدبيس ولازم تعملي الكشكشه وتظبطيها، فعشان شغل الورق بياخد وقت اكتر. الفنان اللي بجد بيعمل شغل الورق اكتر من شغل التاني. ادي عندي اهو الجزئيه بتاعتي. تمام. فانا عايزه جزئيه واحده بس منها، فانا هقص الجزئيه الصح دي الاولانيه اللي انا عملتها، هي دي اللي انا هقصها. تمام. هنقصها وهنقصها على مرتين. تمام. ليه مرتين؟ عشان يبقوا زي بعض بالظبط، مفيش اي تباطؤ. انت دلوقتي عايزه، بصي عندنا هنا في الفستان بتاعي، انا هنا في الفستان ده التلبيسه مش جايه بالظبط مقاس، يعني مش جايه على اخر الجيبه من تحت. فاهمه ازاي؟ بصي اهو، يعني هنا مش جايه اخر الجيبه بالظبط، فاللي هو انا بشتغل زي بالظبط الفستان. انت عايزاها توصل لاخر الجيبه، هتزودي في الطول ده. تمام. هتزودي في الطول ده، يعني انت سبتي عملت ظبطتي دي خلاص وظبطتيها من ورا، عايزه تخلي دي زي دي، بتزودي في الطول ده مثلا، يعني بتحاولي، يعني تشوفي، بصي يعني هي دلوقتي دي مظبوطه على الجيبه وكده، دي هتكشكش، قولي هتتكشكش تقريبا 3 ارباع. بعد ما تتكشكش 3 ارباعها يعني هتحاولي انت تحطي تاني نص تاني متر قماش، يعني نص متر تاني قماش مش متر كامل. تمام. ده بالنسبه لو انت عايزه تعمليها طويل، اما انا مش هعملها طويل. نص بس الاول البطرون بتاعنا التاني، ما ننساش ناخد الزاويه الصغيره عشان خاطر يبقى مظبوط. بصي. تمام. والزوايات اللي فوق دي كلها لازم نظبطها، يعني انا دلوقتي ماخده ده، فانا عايزه اظبطه. انا اكلت منها كتير بس عشان خاطر ايه، اشيل منها الزاويه دي، الزاويه المربعه دي مش بحبها. بصي اديني اهو كده اول جناح اهو جاهز معايا ان انا. طيب اعمل ايه بقى في اول جناح ده؟ بجيب قماشه تانية او ورقه تانية، ادي ورقه معايا اهي تانية. تمام. وبطبقها على اتنين. جبنا ادي اول جناح اهو معانا. تمام. هنقصه. عايزه تقصيه قصات بمقاسات. تمام. عايزه نفتح، عايزه تعمليها بمقاسات فبيكون احسن طبعا انك تعمليها بالمقاسات دي. تمام كده. اديني اهو فتحتها لحد الاخر. نجيب بقى الدرابيز بتاعتنا،
اول حاجه نجيب الدبابيس اللي معانا الاول. بصوا تمام، بصوا اهي اول حاجه بنعملها ايه على الورق، بنعمل كده، بنعملها في زاويه. طبعا هنا مثلا عايزه تعمليها بالويم، تمام، عايزه تجيبي المسطره وتقيسي المسافه دي، ده بيكون افضل وكويس، بس انا هعملها بالويم احسن. ليه؟ عشان انا بوريكي بس كعينه، هوريكي في الاخر هتبقى عامله ازاي شكلها. ثانيه واحده، دي الدبابيس الثانيه، ثانيه واحده، بصي ادي اهي كده لحد دلوقتي كده مظبوط تمام. فانت هتفضلي ماشيه بنفس الطريقه دي وتبعدي، تعملي تباعد. تباعد ايه يعني؟ تباعد يعني بالنظر، فاهمه ازاي؟ اللي هو يبقى كله شبه بعض بالنظر تمام. ثانيه واحده، زي ما اتفقنا تباعد بالنظر. بصي اهو، اهي كده تمام. كده انا عملت التباعد بتاعي بالنظر، وعملت في الاخر وصلي بدوران، هو ده الدوران اللي انا عايزاه او محتاجاه. هاجي الاول من الاتجاهات دي، الاتجاهات دي طبعا عندي بزاويه، باخدها من غير مسطره لحد، من غير مسطره بزاويه، من غير زاويه يعني، من غير مسطره بزاويه تمام. وباجي امشي بقى على كل الزوايا دي من غير مسطره، مش بمسطره. ليه؟ لان دي بزاويه، انا عايزاها بزاويه، زاويه الدوران بتاعها ده انا عايزاه بيها. فهفضل ماشيه كده، بصي بالزاويه كلها الصغيره قبل الكبيره تمام، كده تمام، كده تمام. وهفضل اخد الزوايا دي من جوه برضو عشان خاطر ابقى عارفه انا بقص ايه وماشيه على ايه تمام. بثبت بس الورقه هنا كده تمام اهو. تعالوا بقى نشيل البطرون بتاعنا او الشكل اللي احنا اشتغلنا عليه ده، عشان خاطر اوريكم في الاخر هيبقى عامله ازاي. هتبقى جايه بدوران. هي كبرت كده ليه؟ لا مش كبرت كده ليه، ما تتخضيش. هي إيه بعد كده بالكشكشه؟ انا عملت ده ليه؟ عشان خاطر الكشكشه، فانا هحط فيها بالظبط اربع غرز. بص انا حاطه هنا كام توسيع قد ايه، فانا هنا حاطه كسره، او هنا كسره وهنا كسره تمام. فادي اهو، ثانيه واحده، هنفضل ماشيين كده بالدوران بتاعنا ده اللي احنا عملناه بالمقص. طبعا هتظبطي الخطوط، ثانيه واحده، بصي معلش طبعا على الدوشه دي كلها، لاني مش في البيت، انا في المحل، ومش في برضه مش في المشغل في المحل، معلش. ثانيه واحده، بصي احنا نيجي بس هنا كده، ثانية واحدة، نفضل ماشيين بالزاوية كده صغيرة، ثانية واحدة، كده انا خلصت كل الكشكشة المطلوبة اهي. هنفضل نكشكش كده واحدة واحدة واحنا ماشيين، ثانية واحدة. بصي الدبوس مش هحطه في الاخر، مش من الاول والاخر، عشان خاطر ايه؟ انت يعني انت طبعا هتخيطي المكنة، بس انا هحط، مش هحط الدبوس من الاول للاخر عشان خاطر ثبت معايا الكل تمام. وهفضل ماشية تاني، وهاخد زاوية تانية اهي، وادي اهو كشكشة تانية، وادي كمان كشكشة تالتة اهي. فالكشكشة عادي انت تزوديها، وفي الاخر برضو يبقى شكلها جميل تمام. بصي اهي، ثانية واحدة، ثانية واحدة اهي تمام كده. هوريكي برضو منظرها في الاخر هيبقى شكلها جميل ازاي. والجناح اهو معانا تمام، وادينا خلصنا اول كشكشة معانا للجناح اهو تمام، وده الشكل المطلوب.